قوارب البطاطا بالسجق والكرات. نكتب المقادير. أوكي. 10 حبات بطاطا متوسطة الحجم، 1 كوب كراث مفروم ناعم، 1 كوب بصل أخضر كمان مفروم ناعم، فلفل حار مفروم ناعم، نص كيلو سجق بلدي وملح وفلفل، ونص كوب كريمة أو حليب، 25 جرام زبدة، وملعقتين زيت نباتي، وكمان 1 كوب جبنة أشقوان أو تشدر. أوكي ميس، هلا إحنا حطينا هون الزيت والزبدة، بدنا نقلي فيها الكرات. الكرات كتير بيعطي نكهة طيبة مع السجق. الكرات اللي هو اسمه الليكس، أو اللي هو بيجي زي البصل الأخضر بس العريض كتير، اسمه كرات بالعربي. فأنا فرمته هيك ناعم تقريبا، ورح أقليه مع الزبدة والزيت، وبعدين نضيف له السجق. أوكي. طيب طبعا مشاركاتكم معانا عبر الفيسبوك، بنقرأ كل التفاعلات والأشياء اللي حابين تسألونا إياها عبر موقعنا على الفيسبوك facebook.com/دنيا يا دنيا، زي ما هو مبين على أسفل الشاشة أمامكم. وأيضا إذا حابين تتواصلوا معي عبر صفحتي الرسمية على ميس النوباني، بتكتبوها بالعربي عشان أسهل عليكم. يلا. طيب هلأ بالنسبة للبطاطا، هلأ حبت البطاطا زي ما هي نجيبها ونغسلها ونفركها كتير منيح، ومنخليها بالقشر، بعدين منحطها بالفويل ونسكر عليها كتير منيح، ومنجيب شوكة ميس أوكي، ومنخزقها هيك، ومندخلها على الفرن، لا ملح ولا فلفل ولا زيت ولا شيء، زي ما هي. مندخلها ساعة على الفرن، فبتطلع عنا مثل هاي طرية أوكي، وأنا فرغتها من الحشوة اللي فيها بعد، وهي طرية طبعا، حتى أقدر أستخدمها كقوارب بطاطا، وهي الحشوة عندي هون. أخذتي الحشوة منها يعني أوكي. أنا فضيتها لأنه شوفي هلا أنت هاي قسمتيها بالنص، مش بالنص، شوفي كيف عملتها. هلا في ناس بيقسموا القوارب بالنص، أنا بحب تضلها كاملة، يعني بس بقيم تقريبا الربع من فوق مش النص النص، وبتفرغيها وبعدين بالسكينة أول شيء بقسمها، بعدين بفرغها بمعلقة، فبتصير عنا هيك، وهي الحشوة عنا هون، رح نستخدم الحشوة برضو مع الخلطة. أوكي. طيب حابة أنا بس أوجه تحية، قلت لك ذكريني نسيت. حابة أوجه تحية لصديقتي اللي هلأ عم بتتابعنا سيرين شرباتي، وبتقول من الفقرة الماضية إنه هي أكتر الناس اللي بتتأثر فيهم هي والدتها، فبنوجه لك تحية سيرين، ونوجه تحية كمان لوالدتك، والله يخلي لك إياها. طيب هلأ هذا السجق بلدي، أنا يعني جايبته هو بلدي بس يعني لبناني هو، بس إنه برضه بزبط السجق العادي اللي عند اللحامين، بس أنا هذا لبناني كتير طيب، هيك نكهته وبهاراته كتير طيبة. حطها مع الكرات، حركهم شوي. الحلو بهاي الأكلة لأنه السجق كتير فيه توابل، فما في عليه أي نوع توابل غير الملح والفلفل، وما منكتر ملح لأنه برضه السجق مالح، يعني هي الملح اللي بده يدخلها، بده يدخلها حتى ينكه البطاطا بعدين، مش للسجق. هلأ بس عم بحط فلفل، ما رح أحط ملح هلا. طيب عنا رندا سلاج، يسلم يسعد صباحكم، تسلم ايديك يا ديما، الله يسلمك يا رندا يا حبيبتي. ونادية فريحات ونعمة القيسي بتقول كنت احضركم بس هلا راحت على الشغل فنزلت القناة عندها عشان تحضرنا حبيبتي. شكرا، نوجه لك تحية. سلم عليك. وهلا في عنا برضو شوية بصل اخضر، شوية فلفل حر، انا عندي يا احمر رح احطه معهم. اوكي. الربع لبابنا كمان، اهلا وسهلا. طيب سماح الخروف بتقول لك ديما هي بدها طريقه قلي الكاليماري المثلج لانه ما بيستوي معها لما تقليه. اظن بعتي لي على الصفحه وجاوبتك قبل كم من يوم. هلا شوف الكاليماري المقلي المفرز، طبعا هو اكيد الفريش اضبط، بس المفرز لما بدك تقليه افضل طريقه انك تغلفيه زي الاسكالوب، نعمل له تغليفه البيض والقرشله، بس اهم شيء انك ما تقليه فتره طويله لانه لما بينقل فتره طويله بصير زي الكاوتشوك، بصير قاسي. دائما في اعتقاد خاطئ انه الناس بتخاف من المأكولات البحريه فبتقليها او بتطبخها زياده، فهي بتتحول بتصير قاسيه، فما تقليها كثير. ما تقليها. هلا ميس نفس حشوه البطاطا اللي فرغتها، طبعا هي رح تكون اكثر من الكميه اللي بدنا اياها لانه ما شاء الله يعني بتطلع منيح، انا عامله 14 حبه بطاطا كنت 12 حبه، فرح احطها ورح أحركها معاهم. ما حطيت الكمية كلها؟ لا لأنها كثيرة، بتقدر تحطيها كلها، بس إنه أنا رح يكفوا لهدول اللي عملتهم هالقد، الباقي بتقدر تعملي ماش بوتيتو ما عليها ولا صوص ولا إشي ولا أي إشي، هاي بس هلأ بتشوفي إيش بدي أحط عليها، بدي أحط عليها هون شوية حليب فبتصير زي الماش بوتيتو وجبنة. أوكي. طيب نخلطها، هلأ منضيف ملح وفلفل شوي. شادو أبو شارخ من الدمام، أهلا وسهلا وشكرا، سلم عليها. ومها الشنطي كمان. دارين أبو همطش صباح الخير،
محمد بده طبخة لا فيها لا جاج ولا لحمة ولا رز. طيب نعمل له شو فلافل حمص؟ نعمل له بالعدس اشياء. عدس. نعمل له كثير اكلات. أوكي. بالفول ممكن معكرونة طبعا باستا. طيب ياسمين البشيتي سلم عليها ياسمين دائما بتبعت لنا بتقول لك ديما يا ديما شو صار بالخيار المحشي؟ رح يخلص موسمه وانت لسه ما عملتيه. خلص ان شاء الله قريبا والله قد ما في طلبات عم بحاول قد ما بقدر. ميس هلا في عندنا شويه حليب فهيك بتصير كيف الماش بوتيتو لانه في زبده بالاول ومنحركهم شوي لينشف معنا الحليب تمتص البطاطا. طيب روان الزعبي بتقول لك بصير تستبدل الكريمه السائله بالحليب لما تعمل فيتوتشيني؟ لا فيتوتشيني الفيتوتشيني ايش تستعمل سوري الكريمه السائله الحليب بدل الكريمه السائله. هلا شوفي هو طبعا الفيتوتشيني مفروض كريمه الفيتوتشيني الفريدو عم نحكي يعني مش الفيتوتشيني هي كلمه فيتوتشيني تعني نوع الباستا مش الصوص صح. بس اذا ما عندك بتقدر تعملي زي البشاميل يعني زبده وطحين وتحطي حليب. اوكي بدي أدوق الملح والفلفل إذا مناح عشان نبدأ نحشي حبات البطاطا. تحمل ملح كمان ملح. شدى عبد الله بتقول لك بتعمل القوارب البطاطا بالتونة وبحشوة البطاطا كمان كثير طيبة كمان بالتونة. فكرة بس أنا يعني بلاقي مرات الناس لما بيعملوا قوارب البطاطا بفضوا حشوة البطاطا بتخلصوا منها بحشوها لحمة وأشياء تانية. هي حشوة يعني نفس الحشوة اللي في البطاطا نستعملها. نفسها لازم نستعملها كثير طيبة. هيا هيك تمام رح خليها هون حتى تبرد شوي وأقدر أشتغل فيها. هاي عندي البطاطات جاهزين زي ما قلت لكم تقدر تحطوا يا حليب يا كريمة. اليوم حطيت أنا حليب حسب الموجود عند ست البيت. أول مرة بطلع بالمطبخ بكون شبعانة. إحنا قد ما أكلنا تحت الهواء الله يسعد اللي جاب لنا المناقيش. عن جد أكلنا مناقيش بشهو العبود شكرا العبود أكلنا مناقيش ليوم المناقيش. هلا خليني ادوق بس اشوف كيف الملح صار. اسراء بدر بنتشكرك كلك ذوق على كلامك الحلو والرائع شكرا لك. مش معقول اخذت ملح لانه البطاطا تاخذ ملح هيك كفايه. هلا بالنسبه للجبنه قلت لكم زي ما بتحبوا يا اما بتقدروا تستعملوا الاشقوان يا اما بتقدروا تستعملوا انا استعملت التشيدر اللي لونها على يعني لونها بيضه مش البردانيه. اوكي بدي البس كفوفي حتى ابدا احشي البطاطا. يلا رنا الشولي بتقول لك عجينة السنبن شو ممكن تعمل فيها غير السنبن أفكار جديدة؟ أوكي هلأ أنا عجينتي تاعت السنبن نفسها عجينتي تبعت الدوناتس نفس العجينة فبتقدر تعملي فيها دوناتس وبتقدر تحشيها بدال سينمون رولز بتقدر تحشيها تمر تحطي معاها صوص كراميل كتير زاكية يعني هاي من الأشياء اللي كنت برضو ناوية أعملكم إياها حشوة حلو. التمر كتير طيبة معاها. لا هاي بتختلف رامي هذيك البطاطا التركية. طب ايش السؤال؟ انه هاي ايش الفرق بين هاي البطاطا ونفس السؤال على فكرة سألني يا عبود انه في بطاطا بتنباع عند الجامعة هذيك البطاطا التركية عملتها برضو بحلقة من الحلقات لها حشوات كتير طيبة وصوصات بس هاي شوي بتختلف. هلأ بنحاول بكل حبة انه نحط اكيد سجق عرفتي مش بس بطاطا ومنحط عليها شوية جبنة. هلا نحن بدنا نكمل البطاطا انا بقول من اير بيس عندي هلا احنا بدنا نكمل البطاطا ونحطها بالفرن. اوكي طيب تحبي اساعدك صحيح انا عملتها حبيت بحب طبعا تعالي مع انه صرتي مخلصتيهم كلهم تعالي اسمعي خليني اقرب لك هاي يلا اوكي هلا بدنا نحشي حطي كمان هيك حبه احشيها انت. اوكي طيب بس احنا اذا هيك احط كفوف اذا بدك يلا نكملهم طيب. احنا تحت الهواء ونحطهم احنا بس رح ندخلهم خمس دقائق على الفرن لحديت ما تسيح معنا الجبنه لانه كل شيء عندنا مستوي فما في داعي ان نطول اكثر من هيك. طيب ريما عرفات ايش هو البديل لللبن الخاثر المستخدم بالكعكه الالمانيه ما لقت منه بالسعوديه؟ هلا اللبن الخاثر اللي هو الباتر ميلك الباتر ميلك وانا دائما بوصفاتي لاني عملت الكيكه الالمانيه دائما بوصفاتي بقول لما يكون في لبن خاثر وما تعرفوا تجيبوه لانه مش متواجد حطي بداله يا اما لبن يا اما حليب مع شويه خل بس صراحه اللبن اطيب. اوكي علاء عجور امي بتسلم عليكم بدها تسال ديما لو حطت الكاسترد بقاعده التارت بخرب ولا عادي؟ الكاسترد بقاعده التارت ايش تعمل فيه؟ انه تعمله زي كريم كراميل بدها تخبزه لازم يكون فيه الكراميل
ولازم يكون حمام بخار. فلا اذا تحطه لحاله انه مش فاهم السؤال انه وين بدك تحطه، بالفرن ولا مش موضح؟ يا ريت تفهمنا شوي اكثر. وين رحنا؟ اوكي رح ارجع احط شويه بصل اخضر هيك على كل وحده. Thank you.